تسمى الدهون الموجودة في دمك بالليبيدات. الكوليسترول هو نوع من الدهون المهمة لصحتك للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والجلطات وتضيق الشرايين. نحن بحاجة للحفاظ على التوازن الصحيح للدهون في الدم. يستفيد الجميع من عدم التدخين وتناول نظام غذائي صحي والمزيد من التمارين الرياضية، لكن ثلاث مجموعات من الناس هي الأكثر استفادة من فحص وموازنة الدهون في الدم: الأشخاص الذين تعرضوا لحالات مرضية في القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل مرض السكري والذبحة الصدرية أو أمراض الكلى، وهم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو الجلطات، والأشخاص الذين لديهم حالة تسمى فرط كوليسترول الدم العائلي، وهو متوارث في العائلات ويسبب مستويات عالية جدا من الدهون في وقت مبكر من الحياة. مسار الوقاية الأولية مخصصة للأشخاص الذين لم يتعرضوا لأمراض في القلب والأوعية الدموية ولكنهم في خطر كبير. تبدأ بفحص الدم لقياس مستوى الكوليسترول والدهون. إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، قد تتمكن من إعادة المستوى إلى وضعه الطبيعي عن طريق تغيير أسلوب حياتك وتناول طعامك، أو عن طريق علاج الحالات المرضية الأخرى. بالنسبة للكثير من الناس هذا يكفي ولا يحتاجون إلى علاج طبي، ولكن إذا لم تكن تغييرات أسلوب الحياة مفيدة لك، قد تحتاج إلى دواء يسمى الستاتينات. هناك أنواع مختلفة منها، لذا إذا كان أحد الستاتينات لا يناسبك، قد يناسبك غيرها. أدوية أخرى مثل إيزيتيميب قد تكون مفيدة أيضاً. الهدف هو خفض نسبة الكوليسترول في الدم إلى مستوى متفق عليه. سوف تتفق أنت وطبيبك على هدفك الشخصي. من المفيد أن تعرف هذا الرقم إذا كانت هذه الأدوية لا تناسبك، أو إذا لم تصل مستوياتك إلى هدفك بعد 3 أشهر. قد تحتاج أدويتك إلى التغيير، أو قد تحتاج إلى رؤية اختصاصي الدهون. إذا كنت تعاني من فرط كوليسترول الدم العائلي، سوف تحتاج في كثير من الأحيان إلى العلاج في وقت مبكر من الحياة، ويجب فحص عائلتك أيضاً. مسار الوقاية الثانوي المخصص للأشخاص الذين تعرضوا بالفعل لأمراض في القلب والأوعية الدموية ويكونون أكثر عرضة لخطر حدوث ذلك مرة أخرى. عادة ما يبدأ الأشخاص بتناول جرعة عالية من الاستاتين مثل 80 ميلي جرام من أتورفاستاتين. إذا لم تنخفض مستوياتك، يمكن تجربة أدوية أخرى، أقراص مختلفة، إيزيتيميب فقط، أو مع حمض البيمبيدويك، أو حقنة من مثبطات PCSK9I أو إنكليسيران. نوع الدواء الذي تتناوله هو قرار مشترك يتم اتخاذه مع اختصاصي رعايتك. يمكنه إخبارك عن الأدوية المختلفة وإيجابياتها وسلبياتها. قد يكون لديك أيضاً تفضيل مثل تناول قرص كل يوم أو الحقن بوتيرة أقل. القرارات التي بشأن خطة إدارة الدهون التي لديك متروكة لك. تحدث التغييرات في أسلوب الحياة فرقاً كبيراً، وكذلك تناول أدويتك بشكل صحيح. كن صادقاً مع نفسك ومع طبيبك والممرضة والصيدلي. تأكد من أنك تفعل كل ما بوسعك لمساعدتهم على مساعدتك.